في أول ظهور له بقميص الريتزا، نجح نجم منتخبنا المصري محمد صلاح في تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد ليفربول الإنجليزية، وذلك في شباك فريق ويغان أثليتيك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين. وقدم محمد صلاح أداء رائعا في المباراة، وصنع العديد من الفرص لزملائه، وسدد في الدقيقة الأولى لكرة مرت بجوار المرمى بقليل، لينجح في الدقيقة 45 في تسجيل هدف يترجم تفوقه. يذكر أن محمد صلاح انتقل إلى ليفربول هذا الصيف قادما من روما الإيطالية في صفقة قياسية وصلت إلى 50 مليون يورو بالإضافات والحوافز.